السلام عليكم، اهلا بيكم معايا النهارده في فيديو جديد من قناه وصفات وريفيوهات دودو. النهارده باذن الله هعمل التشيز كيك. هو التشيز كيك الاصلي الامريكي، مش بنكهات معينه لكن الاصلي اللي هو الامريكي. تمام، طبعا كل شيء بيعمله بيحطوه نكهه معينه هو حبيبها، لكن انا النهارده هعمل زي ما قلت لكم الاصلي، وهحاول ان انا ان شاء الله اعمله بطريقه تكون سهله وتكون على قد ما اقدر موفره، وهقول البدائل بتاعته. طبعا هو بيبقى 3 طبقات، طبقه البسكوت وطبقه الكريمه وطبقه الجيلي او الصوص، ودي طبعا بتبقى طبقه اختياريه. تمام، اول حاجه طبعا هبدا بيها الاصلي لازم يتحط له طبعا في القاعده بسكوت، ده بسكوت مطحون، ده بسكوت اولكر اللي هو بسكوت الشاي ستيدا. الاصلي بيتحط له بسكوت اسمه بسكوت دايجستيف، لكن هو غالي ومش متوفر كتير، فانا هستعمل البسكوت اللي هو الاوركر ده. جبته وطحنته كويس في الكبه، بقى بودره كده اهو زي ما انتم شايفين كده في الكاميرا. تمام، هحط معاه شويه ميه عشان بس يلم، ونص كوبايه زبده. تمام، اول حاجه بقى هعمل ايه، هجيب الكبه، بس عايز يكون ايه واضح عندكم ايه. اهو هجيب الكبه كده هحط فيها البسكوت اللي طحنته ده، بس هتكفي ان شاء الله. كده حطيت البسكوت كله اللي انا طحنته اهو. تمام، اهو هحط عليه بقى الزبده، دي نص كوبايه زبده، انا هقول مقادير واحده واحده. دي علبه بسكوت زي ما قلت الاولكر، عليها نص كوبايه زبده وشويه ميه، لسه بصراحه ما حددتش الميه قد ايه يعني. اهو هخلط دول كويس واوريكم هيبقوا شكلهم عامل ازاي. دلوقتي انا ضربته في الكبه، اخد معايا نص كوبايه ميه. سوري يا جماعه، دي مش علبه بسكوت، دي علبه الا ربع، يعني حوالي 10 اكياس بسكوت اللي هو البسكوت الاولكر. تمام، بصوا بقى عامل معايا ازاي بقى، دي عشان دي مهمه قوي، لازم ما يبقاش عجين، لازم ما يعجنش ولا يبقى بودره. يعني بصوا لما اجي اجمعه كده، بصوا ماسك ازاي، لكن يبقى برده بودره مش عجين، علشان لو بقى عجين مش هيبقى طعمه حلو، ولو بقى بودره هيتفرفت. ودلوقتي هبدا ان انا احطه في الصينيه. دي صينيه مقاس 24، صينيه مدهونه زيت او زبده اي حاجه عندكم، عشان انا ما عنديش صينيه اللي بتتفتح من الجنب دي، فهعمله في صينيه من الصينيه اللي هي العاديه. اهم حاجه بس تكون مقاس 24 عشان يطلع معايا التشيز كيك عالي. بصوا هفرده كويس قوي كده، لازم افرد كويس بس اهو، ربنا بس يكون ايه واضح عندكم اهو. كده هفرده، هفضل افرد فيه كده واظبطه. اللي عايز يدوس بطبق بكوبايه ازاي، يعني هجيب طرف الكوبايه كده وهروح دايس بيه كده، عشان يعني ايه يسكن جامد، او عشان يعني يدخله جامد، لكن براحتكم يعني. دي انا بشوف ان انا بعمل بايدي بيبقى احسن. هروح بقى دلوقتي احط الصينيه دي في الفريزر مش في الفرن، عشان بس البسكوت يتماسك في بعضه ويثبت على الشكل اللي انا عملته له ده. تمام، بحطها في الفريزر لحد ما اجهز الطبقه الثانيه. ولو اقول لكم اقدر دلوقتي، اهم حاجه بس شايفين بقى شكله عامل ازاي اهو، فردته ومسك في الصينيه اهو اهو. تمام، هحطها في الفريزر بقى وارجع لكم تاني. دخلت الفريزر زي ما قلت لحد ما احضر الطبقه الثانيه. اول حاجه خالص انا عايز 400 جرام جبنه كريمي. التشيز كيك الاصلي بتحط له جبنه اسمها جبنه فلاديفيا، اللي يقدر يجيبها يجيبها، لكن انا لقيتها اولا غاليه جدا، ثانيا مش متوفره غير في كارفور وفتح الله بس، يعني كمان فتح الله مش متوفره قوي، فلقيت ان البديل بتاعها الجبنه اللي هي الكيري اللي هي بدون ملح او ملح خفيف، يعني اهم حاجه تكون جبنه كيري، جبنه كريمي كده. دي 400 جرام. تمام، ده نص كوبايه كريم شانتي بودره، ده خام، اللي عنده كيس هيحط كيسين، ده برده مش اساسي، ده مش مهم. هحتاج بيضتين ورشه فانيليا، بيضتين او صفارين بيض مفيش مشكله يعني، ده او ده. هحتاج ربع كوبايه كريمه او وش لبن وكوبايه سكر. هعمل ايه في الحاجات دي كلها، هحطها جوه العجان اهو، هحط البيض، السكر، كل حاجه مع بعض مش اي مشكله، الكريمه، الكريمه اللي هي البودره، وهحط كمان الجبنه الكريمه اللي هي الثانيه اللي هي الوش اللبن او الكريمه اللي هي السابل المشتريه من عند الراجل. حطيت اول جبنه الكريمي 400 جرام، وهحط دلوقتي بقى الجبنه، قصدي
الكريمه، سوري معلش، الكريمه اللي هي وش اللبن. اول ما عندوش هيشتري من عند الراجل كريمه من عند اللبان، دي ربع كوبايه تمام. وهعمل ايه بقى؟ هضرب بقى كل الحاجات دي كويس جدا 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 مع البيضتين. طبعا كان في رشه فانيليا، رشه فانيليا حطيت هنا ايه جوه العجينه، بس انا هديلكوا تاني. حطيت 400 جرام جبنه كريمي، وحطيت بيضتين، وحطيت رشه فانيليا، وحطيت كوبايه سكر، وحطيت ربع كوبايه كريمه، وحطيت نص كوبايه كريم شانتيه او اقل يعني، او كيسين تمام. هروح بقى ضاربهم كويس قوي، وكوبايه سكر طبعا ده في الاول. واللي بيبقى حلو قوي كمان لو حطينا معلقه زبده، بص يدوك معلقه كبيره واحده بس، معلقه واحده مش اكتر من كده تمام. وهضرب بقى الكلام ده كويس قوي لحد ما السكر يدوب. عايز اوريكم بعد 3 دقايق ضرب ايه اللي حصل فيه. بصوا شايفين ده بقى من الكريمه، الكريم شانتيه هو اللي خلاه بصوا يتقل كده، والسكر بتاعه داب كويس قوي. يبقى كده كفايه، طالما السكر ده يبقى كده انا مش محتاج ان انا اضرب تاني. هنزل بقى الكريمه دي هنا على طبقه البسكوت دي، واوريكم هنزلها ازاي. شايفين ازاي؟ ده البسكوت اللي حطيته في الفريزر 10 دقايق لحد ما حضرت معاكم الكريمه، مش 10 دقايق قوي يعني، اهم حاجه بس ان هو نحطه في الفريزر لحد ما يتماسك. شايفين الطبقه ازاي تقيله، وكمان الكريم شانتيه خلاها تتقل اكتر، خلاها تبقى بصوا شبه كده من ضاربين بياض بيض بتاع السويسرول، تقلت جدا اهي كده تمام. طبعا هاخد انا دلوقتي اللي على المضرب ده واحطه هنا وهسويها وهرجع لكم تاني. في حاجه بس يا جماعه حابين اقول عليها، التشيز كيك الاصلي بيتحط له مش فانيليا، بيتحط له بشر ليمون، بس انا صراحه ما بحبش بشر الليمون، لكن الاصلي بيتحط له بشر ليمون اللي حضرتك في المطاعم وفي في الفادي والكلام ده كله، ده بيتحط له بشر ليمون تمام. بس اهم حاجه لو تحط بشر ليمون بدل الفانيليا يبقى بشر ليمون اصفر مش ليمون اخضر، لان الليمون الاخضر هيخليها تمرر، الليمون الاخضر لما تخش هي الفرن هيخليها تمرر، لان طبعا احنا عارفين طبعا الشيز كيك الاصلي بيخش الفرن، فالليمون الاخضر هيخليها تمرر تمام. انا كده سويتها على قد ما اقدر يعني، هي كده كده برضه هتسوي نفسها في الفرن. دلوقتي بقى هدخلها الفرن، انا مسخن الفرن من قبل كده على حراره على حراره 200، هتاخد فيه حوالي 50 دقيقه لساعه على حسب بقى الفرن وكده، بس هي مش بتغيب على الساعه وبتقل على 50 دقيقه. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني واحنا بنقدمها. ده كده كان وصفة التشيز كيك، قعدتها في الفرن لمدة 50 دقيقة بعد ما طلعت حطيت عليها صوص الفراولة. فيديو صوص الفراولة يا جماعة هينزل إن شاء الله بعد الفيديو ده مباشرة بإذن الله. أهم حاجة بس بعد ما طلعتها من الفرن قعدتها شوية في التلاجة، قعدتها حوالي نص ساعة في التلاجة كده، وبعدين حطيت عليها صوص الفراولة تمام. أهم حاجة بس البسكوت، بصوا سمكه عامل إزاي البسكوت، البسكوت سمكه ميبقاش كبير قوي، يبقى بصوا ما يبقاش كبير قوي. بصوا اهو شايفين ازاي اهو مش كبير قوي. بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. قبل بس ما اختم الفيديو ده عايز اوريك بس من جوه عامل ازاي، شايفين من جوه عامل ازاي اهي، من جوه متماسكه جدا، وكل ما احطها في التلاجه هتتماسك معايا اكتر تمام. ومش شرط يا جماعه عشان نعملها يكون في عندها صينيه اللي تتفتح من الجنب، انا عملتها زي ما انتم شايفين في صينيه عاديه وطلعت معايا كويسه جدا. واللي بيقلق هيحط ورقه زبده، ويبقى لك كل اللي احنا عملناه ده هتطلع معايا برده ان شاء الله مظبوطه جدا جدا جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من قناه وصفات وريفيوهات دودو، وبالف هنا وشفا. والناس يا جماعه اللي مش بيعجبها الفيديو ارجو يكتبوا كومنت ويقولوا الفيديو ما عجبناش ليه، علشان الديسلايك مش بيفيدني بحاجه يعني، انا بكرر الخطا تاني. فالناس اللي مش بيعجبها الفيديو تخش تكتب كومنت وتقول الفيديو ما عجبنيش عشان كذا كذا كذا، لكن الديسلايك انا مش بعرف انتوا ايه اللي مش عاجبكم في الفيديو، فالخطا هيتكرر تمام. ان شاء الله ما يكونش فيه اخطاء ابدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وبالف هنا وشفا.